وطن منحازون للحقيقة، متبسمة تتنقل على ظاهرة على كرسيها المتحرك، تحاول أن تعيش طفولتها كبقية صغار رغم إعاقتها التي نجمت عن استهدافها من قبل الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة عام 2014. تسعى لأن تتجاوز بكرسيها المتحرك حدود المكان رغم الكثير من المعوقات في حياتها. جاي اليوم عالتفريح، اليوم مبسوط، اليوم فرحان. نعم، بحب انهم يلعبوا، بحب انهم يروحوا ييجوا، لازم يعني كل حاجة تكون موفرة لهم حتى الألعاب. يعني ساعات بس صعب عليك بشوفوا الآخرين بيلعبوا بدهم ما يلعبوا نفسهم، بيقدروش. مسؤولية بدك تضلك ترفع فيه وتحط فيه وما بتقدر الساعات. علا واحدة من حوالي 40,000 تعرضوا لإعاقات جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة على القطاع. ثلث هذا العدد من الأطفال ونحو 100 منهم تعرضوا لبتر في الأطراف السفلية. رصدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية وعدد من المؤسسات الحقوقية في الضفة وقطاع غزة العديد من الانتهاكات ضد حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. كانت هذه الانتهاكات تركزت في قطاع غزة وغالبا تتعلق بالحقوق، حقوق حق في اللعب وحق في التعليم. كان هناك استهدافات مباشرة للأطفال ذوي الإعاقة وأدت إلى استشهادهم وقتلهم بشكل مباشر. وفيما ينتهك الاحتلال القانون الدولي الذي يوفر الحماية للأطفال وذوي الإعاقة، فإنهم يعانون أيضا من عدم تطبيق القانون الفلسطيني الذي ينص على توفير الحياة الكريمة لهم. السلطة الفلسطينية أفردت جانب كبير من قوانينها للأطفال ذوي الإعاقة، سواء ضمن قانون المعاق أو ضمن قانون الطفل أو حتى في قوانين خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. لكن مشكلة الجانب القانوني في الأطفال ذوي الإعاقة بأنه لم تطبق تلك القوانين على أرض الواقع تطبيقا فعليا يكفل لهؤلاء الأطفال حقوقهم ويكفل لهم واجباتهم، يكفل لهم عدم التعدي عليهم، يكفل لهم جانب كبير من الجانب تلك هي جانب الحماية. ولعل ما يخفف من معاناة علا وأقرانها من ذوي الإعاقة مبادرة الاتحاد الأوروبي لتنظيم فعاليات ترفيهية لهم بهدف مساندتهم والوقوف إلى جانبهم. لتلفزيون وطن، عز الدين أبو عيشة. وطن منحازون للحقيقة.